متطرفة. تفضل فندي حسن داوم. المعلومات المتوفرة عندنا اللحظة هذه إن في مجموعات متطرفة، مزيج من أعضاء في أنصار الشريعة ومجموعة من المقاتلين العرب اللي جايين من برا ليبيا، وتحديدا العراق ومصر وتونس، وبدوا يتوغلوا في المناطق المحيطة بمدينة سرت وحتى داخل مدينة سرت. عندهم خطة للتوسع في اتجاه النوفلية، وما نستبعدش المواني النفطية لاحقا. وزي ما تعرفوا إن القوات المشكلة من قبل الغرفة لتأمين مدينة سرت انسحبت لضواحي المدينة، وهذا نتيجة الضغوط القبلية. شهادة يعني امتداد أكبر لهذه الجماعات إلى داخل مدينة سرت. وكم تبعد قواتنا حاليا عن المدينة؟ أكثر من 50 كيلومتر غربا سيدي. الناس هذه شن يبوا من بلدنا؟ الشعب الليبي من يومه شعب ملتزم. احنا ممكن الدولة العربية الوحيدة اللي ما فيهاش ملاهي ليلية والشرب فيها مجرم قانونا. اغلبنا يصلي ويصيم ويمارس في شعائر الدينية بكل التزام. اغلب بناتنا محجبات. دول العالم سمونا بلد المليون حافظ للقرآن الكريم من كثر ما شبابنا تفوقوا في كل المسابقات القرآنية على مستوى العالم. ما نكتبوش على بعضنا ونقولوا احنا شعب مثالي، لا، احنا فينا هالعيوب وما ننكروش فيها: الجهوية، القبلية، التعصب. لكن ما يزيدش علينا حد في فهم الدين. احنا نفهموا في ديننا اكثر من اي شعب ثاني في العالم. فنرجع ونقول الناس هذه شنو يبوا مننا بالضبط؟